السلام خوتي العزاز، تبارك الله عليكم. كي دايرين؟ لاباس؟ بخير. نتمنى تكونوا كاملين بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. رجدوا لي راسكم كيف العاده، حزام السلامه، باش غادي نقلعوا الكوكب الهوكي. نبداو الرياكشن ديالنا، ولكن قبل ما تنساش معك الواجب الوطني، لايك كومونتير وبارطاجي الفيديو وشارك في القناه وفعل الجرس باش يوصلك الجديد ديالنا. داو على بركه الله. شكون لي حيوان؟ كاش الحيوان قدكم يا استغفر الله؟ كاش الحيوان قدكم؟ هادوك ماشي حيوان. هاي هادوك واقفين لكم هنايا، ما يسمعوش بكم هادوك، باش تعرفوا روحكم ما عندكمش قيمه، ما عندكمش قيمه. القيمه والو، هما ما يسمعوش بكم، وانتوما نهار كامل كامل هذا الحقد، كامل هذا الحقد، باسكو انتوما ما شديتوش الطياره لقطر، الطياره ما شديتوهاش لقطر، كامل هذا الحقد باسكو انتوما الطياره ما شديتوهاش لقطر. ها واحد الجزائري حر عطاهم علاش كيقلبوا. تحياتي خويا العزيز. المغرب 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 هاك موروكو 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 هاك. تعلق الامر فقط بزياره سريعه، جئت الى المغرب في المره الاولى في ابريل من سنه 1962. اعتقد بان ذلك كان قبل ان يزداد اباواك. جئت الى هنا مرات عده، إنها المرة الرابعة التي أزور فيها المغرب. صاحب الجلالة الملك كان من بين أكبر المساندين لنا في ذلك الوقت عندما كنا في حرب، لهذا فإنه شرف لي أن أقضي عطلتي هنا. مجددا السي عبد المجيد، تيت يكذب على شعبه، علاش؟ باش يصنعوا تاريخ وهمي. عمي تيت قال لهم احنا كانت اول زياره ديال مانديلا لينا احنا الجزائر، وسبحان الله هذه هي باش زوينه التوثيق ديال الاحداث وداك الشيء بالفيديو بالهضره. وراكم سمعتوا اول زياره ديالو كانت للمغرب. ها عندما سئل صلاح الدين لماذا اعطيت المغاربه هذه المنطقه، قال لهم انهم اقوياء يثبتون في البر والبحر وهم امناء على المسجد الاقصى، يكفي هذه الشهاده فخرا. امام خير، امام خير، امام بغي. سانجا لغويرا، سانجا لغويرا، سانجا لغويرا، سانجا لغويرا، سانجا لغويرا. والكيلة والكيلة عرق سانجا لغويرا، سانجا لغويرا. هاد المرة ما غنقولكش خضر ليا العوينات، غنقولك خضر ليا الودينات. من طنجة للقويرة، أحب من أحب وكره من كره. وتصوتوا إيزو مي سور لا تابل لو ميل في وي سيتي لي لي ميل في دي دي لونكل اونكل 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 كومون يسابيل اونكل تايب تايب سيتي لي ميل في لي ميل قالوا الميل في ديال لونكل الطيب الميلفي ديال عمي الطيب سير سير لي بوتيك دي اونكل تايب ا كوتي لي بيتيت تا لي بيتيت بلاستيك لا لي بيتيت بلاستيك لا سا جوسكا بريزان سي لا هونت اون ديجير با سا سي لا هونت باسكو كي اتان كان كران بيي لالجيري il faut montrer cette fierté de DZ. C'est quoi la fierté? Il faut montrer cette fierté. On est des hommes. On est des hommes. Voilà, nous, on fait comme ça. On fait comme ça. Raison pour laquelle vous avez ouvert une porte aujourd'hui. Voilà, nous, on rentre dedans. On rentre dedans. On rentre dans l'autoroute. Mais c'est comme ça. C'est pas méchant. C'est pas mauvais. C'est entre nous. C'est entre nous, les Africains. C'est comme ça. S'il y a un petit problème, on discute entre nous. On se taquine. On va s'échailler. On se taquine. On rigole. Et puis, on apprend. Et puis, ça passe. La vie continue. Comme ça, prochainement, vous allez éviter les mille feuilles du oncle Taïb. C'est comme ça. هادشي اللي بقى، قال لكم غير تكلاشاو من عند الافارقه. واش هذا السي الكرغولي؟ عاش عمك تيت وعاش الشريحه وعاشت دوله الكبرانات. مزيان، راك غادي مزيان. لهذا المسؤولين بان ادم ادم كلا تفاحه وخرج من الجنه، وانتوما كليتوا الجزائر باكملها وطمعين دخلوا الجنه، والله ما دخلوا. من التالي ما زالت لم يقضى عليها، ولن ومن 200 سطر تاع ولن يقضى عليها باذن الله. لن تسقط هذه الثوره، لان هذا الشعب ذاق الويلات من هذا النظام
هذا النظام العديم الأخلاق، عديم الشرف، عديم الإنسانية. تخيلوا خوتي، والله الضربة التي توجع النظام هنا في باريس، هنا في باريس وليس في الجزائر، لأن العصابة تنظر للجزائر كحديقة. كبر نصر وما حاملينش دابا داك الفئة اللي راهم فايقين وعايقين وكيبغيو يوعيو باقي الشعب، راه خصهم يديروا لهم الاباده باش ما يخصم الشعب يبقى ناعس. طيب 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 يا سي تبون والجماعه الاخرين، اليس عمل البنديه من الدرجه الثالثه؟ يعني بنديه فايوات ما عندهم حتى اخلاق، انه باباكم هذا اللي جابكم للسلطه ما تذكروهش في يوم نتاع ذكرى وفاة نتاعو، وجيو اليوم تدوخوا الشعب تهضروا على بوميديان وما بوميديان؟ هذه أخلاق رجال يعني؟ تايتبون لولا قايد صالح لا يمكن أنه أي واحد كان يتصور أن تكون أنت رئيس. الكلاشات عرف سيغي كيتشيرو شرقا وغربا. الجزائر قد تفرنست هكذا قيل، وأن الشعب الجزائري صار شعبا متفرنسا لا هوية له، وأصبح صاحب هوية ممسوخة لا يعرف شيئا عن الدين ولا عن الإسلام. والله لقد رأيت عجبا عجابا في هذه الجولة المباركة التي أسميها فتحا بفضل الله عز وجل، رأيت إقبالا يفوق إقبال أهل مصر على العلم والعلماء، وحرصا من أهل الجزائر على الدين، وتمسكا بالهوية الإسلامية بصورة عجيبة جدا. الناس مقبلون على الله تبارك وتعالى وعلى الإسلام بشغف، بحب، بقوة، بشغف وحب وقوة. دخلت إلى الجامعات فرأيت عجبا. صلاة جماعة بإمامان. نعم، إنه عبد المجيد تيت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الله أهلا. ما بينك أرجاجة، ما بينك وبين الجزائر؟ ماذا؟ ما بينك وبين الجزائر؟ أنت شكامة دقيقة، فهمت؟ أنت يا صهيوني وكلب ورخيص، هنا على جد الراسة تاع والديك الحلوفة الكلب. وتحية الجزائر، وتحية تبون، يا آمين يا آمين، فيف لارجيري، تحية الجزائر، وموتوا يا كلاب، موتوا يا كلاب، موتوا، فيف لارجيري، انت كلب، تبي وجهك كلب، الشماتة، الرخيص، زيدة. أنا من بلجيكا، العيد من بلجيكا، بلفوديل، حر من أبوج الجزائري، أنت يهودي وصهيوني، أنا من بلجيكا، وأحاربكم ومزات الجزائر، شهداء. سبحان من خلقهم. شوف كيفاش ربوا فيهم داك الحقد والغل وجمع كاع داك الكلمات لدرجة تعماو ما بقاوش كيشوفوا الواقع والحقيقة. دابا العرب كاملين ولا العالم كامل جايين ضدهم، يعني هما مزيانين وحنا قبح. ولهنا اخوتي الاعزاء كنكون وصلنا للتالي ديال هذا الفيديو هذا. نتمنى تكون عجبتكم هذه الحلقه هذه، ولا عجبتكم كيف العاده ما تنساش خلي معك واحد اللايك كومونتير وبارطاجي الفيديو واشترك في القناه وفعل الجرس باش يوصلك الجديد ديالنا، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله الرحمن الرحيم. تهلاو.